ازيك يا مارشال؟ طلبت تشوفني خير؟ أنا محتاج مساعدتك، حابة تساعديني أو لأ؟ ده القرار بتاعك، بس أنا عندي شوية معلومات وشوية حكايات عن أبوكي سلام، أظن إنها هتخليكي تساعديني. سلام، أنا هتكلم معاك دلوقتي، مش كل مرة هتقولي بعدين. الله، هو في إيه؟ صحيح اللي بنتك بتقوله ده؟ أنت أذيت نبيل علشان يبعد عنها؟ وهتفرق في إيه؟ لا هتفرق يا سلام. أنا بعمل ده عشان مصلحتها. فعلاً، والمفروض إنها تصدق الكلام اللي بتقوله ده زي ما بصدقه كل مرة. بتعمل كل ده عشاننا؟ أيوه طبعاً، كل ده عشانكم، فعلاً عشانكم، عشاننا كلنا. الولد ده هو اللي لعب في دماغ نوران واقنعها بموضوع السفر ده، وبيقرب منها عشان عاوز يستغلها. مش كل الناس شبهك يا سلام، انت اكتر واحد قابلته في حياتي بيستغل كل اللي حواليه. كنت بسمع عنك كتير بس كنت بعمل نفسي مش سامعه، وشفت قد انت بتستغل كل واحد يقرب منك، واللي بيشتغلوا معاك بتلعب بيهم كأنهم لعب في إيديك. ودلوقتي عايز تخلي بنتك تشتغل معاك وتلعب بيها عشان مصلحتها، ها؟ وهو ده عشان مصلحتك أصلاً. ماجدة، اسمعي، لو سمحتي اختاري طريقتك في الكلام معايا. انت طول حياتك ما شفتيش وش التاني، فمن فضلك ما تخلينيش أوريهولك. هو أنت بتتاجر في إيه بالظبط؟ وليه كل ما أكلمك عن شغلك تهرب؟ مش عايزني أعرف أي تفاصيل عنه. إيه يعني بتاجر في إيه؟ بشتغل في التجارب، معايا فلوس، بدخل كل سوق جديد وبجرب وببيع وبشتري، ببيع للي يدفع أكتر، وفلوس بتجيب فلوس، وهو ده اللي معيشكوا في المستوى ده. أنا كفرت بالعيشة دي، ويكون في علمك بنتك قررت تسافر وأنا هسافر معاه. اسمعي يا ماجدة، أنت دلوقتي قلتي إن أنا بلعب باللي حواليا، مش هنختلف. أيوه أنا لعيب، بلعب باللي حواليا كويس. هو طريق واحد أنا رسمته، أنتوا وبنتك تمشوا عليه، وإحنا عيلة واحدة نمشي على طريق واحد. لو خرجت منه أنا كفيل بإن أرجعك ليه، أنتوا وبنتك. Thank you.